ما بدها تشوفوا انه معي باللايفات او هيك شيء، فهمتوا؟ لانه انا واحمد، احمد صراحه دق لي قال لي هيك وهيك الموضوع من هون. انا قلت له يا ابن الحلال عندي شروطي، بدك تكون معي بعلاقه وتكون العلاقه جديه. شو حلوه هيدي الماركه اسمها لفتس، انه هيدي هي شروطي. قال اوكي شروطك انا ما بتناسبني، تمام. قلت له اذا ما بدك لا تخطب ولا تتزوج ولا تعمل شيء جدي، اتس اوكي كل واحد بطريقه. قال لي تمام ما في مشكله. هذا الموضوع اصلا هذا عنده شيء اسبوع من حكينا هيك، وهو اللي دق لي قال يا بنت الحلال انا هيك وهيك وهيك. قلت له اوكي احمد انا هيك علاقه ما تناسبني، بدك تعمل شيء لقدام نكون مع بعض. تذكروا من كم يوم طلعت لايف وحكيت نفس الشيء، قلت لكم انا مني مضطره احط حالي بمطرح بعدها انا اطلع الخسرانه، بعدها انا اللي اكل الانتقاد وانا اللي اكل السب وانا اللي ضل معه بلا لا علاقه رسميه. مش علاقه رسميه، العلاقه الرسميه بمجتمعاتنا هي الخطوبه، بلا خطوبه او بلا زواج. مع العلم انا واحمد بنصور البرنامج عنده اكثر من 8 اشهر، يعني لو بده يعمل شيء كان عمل شيء. فانا ماني مضطره احط حالي بهذا المطرح. قلتوا لي على السوشيال ميديا وهيك من هون احكي على احمد ومن هون. انا لو كنت استغلاليه وبدي اكسب الفانز باخذ احمد محتوى وبضل صور معه هيك، ويجي اليوم اللي احمد يضطر انه يكون معي ما فيه يقول لا. بس انا مني هيك، ولا بدي ابني نجاحي على تعاسة غيري، ولا بدي احط حالي بمطرح كتير بشع ينقص من قيمتي ويقلل مني. مني مضطرة اي شي بنات، اوكي. فبارح انا بس طلعت معه لاحمد لايف، صرت احكي هو ما يرد. انا اطلع لايف مع حدا واحكي وانت ما ترد علي، يعني هذا استصغار بالنسبة لي انا. فانا بعد مش برستيجي، يعني انا بعد كبريائي سوري منكم، وشخصيتي ما تسمح لي انه اطلع لايف مع حدا يعاملني بهالطريقة، اوكي. ان كان هو عنده وحدة بالسوشيال ميديا عم تدعمه فما بده يشوفني باللايفات، ولما انا اطلع لايف مرات كان هو انه يسكر، عنده أسبابه الخاصة which is I respect it. الأسباب تبعه أنا بحترمها وبحترم حياته والله يوفقه بحياته، وأنا مني طالبة منه أي شيء، بس الاحترام حلو، الحدود حلوة. لما حدا يطلع لايف ويحكي معك بطريقة حلوة ورد، بس هاي النقطة. هذا الشيء اللي خلاني أنا ضوج مبارح، كتير زعلت. يعني حطوني الفانز هدول اللي كانوا عم يكتبوا، مش كلكم مش الكل أنا ما بجمع، بس كذا واحدة اللي كانوا عم يكتبوا حطوني بموقف أنا انحرجت، ما حبيت انحط بهيك موقف، ولا أحمد يعني انحط بموقف. هو كمان انحط بموقف لأنه عنده واحدة على السوشيال ميديا، وبظن كل ما يطلع لايف معي أو هيك بتسبب له مشاكل، تمام؟ anyways أنا ما دخلني، هو حر بحياته، بتمنى له كل التوفيق. ما تيجي كم واحدة بعدين تقلك عم تحرضي عليه الناس، عم تعامليه بطريقة مش حلوة، عم هيك عم هيك عم هيك. أنا أحمد قلت له بدك تطلع على السوشيال ميديا تحكي؟ قال لي والله لو تضلين 100 سنة أنا ما أطلع. احكي احكي أنت. فيا حبيبي أنا إذا الله عطاني الشجاعة وعطاني الخلقة اللي قابل فيها الناس فأنا رح أحكي. أنا مني مضطر استصغر حالي على حساب أي حدا مين ما كان يكون، حساب الفانس تبعي كمان. الصراحة مني مضطر أعيش بالذل، ليه أعيش حالي؟ ليه حط حالي بهيك موقف بشع؟ What's the point؟ بس هذا الموضوع مش معناته تروحوا تهجموا أحمد أو تروحوا تسبوه أو عم حرد عليه. Please guys نهايات أخلاق، أنتوا دائما تقولوا لي نهايات أخلاق، خلص لكان نهايات أخلاق. بتمنى له توفيق بحياته. أنا مكملة بشغلي، مكملة بالكارير تبعي الحمد لله، وعن قريب رح تشوفوا من عندي شغل كتير حلو، رح تشوفوا من عندي إنه تصوير حلو هيك إن شاء الله. فاللي بيحترم ظروفي بيحترم رأيي أهلا وسهلا فيها عندي، واللي ما عجبه حكي وكان مستني مني غير شي كمان I'm so sorry إنه إذا I disappoint you guys، بس إنه أنا هذا اللي علي عملته.
وبحترم كل الفانز تبعي وبحبكم كتير، وبرد قولها للمرة المليون، ما تتهجموا على أحمد، ما تسبوه لأحمد، هو موفق بحياته وأنا موفقة بحياتي وبتمنى له كل الخير. أوكي، واللي فيه الخير الله بيجيبه، إن كان أحمد فيه الخير إلي أو غير أحمد الله بيقدم لي إياه. أوكي، ما تدري بلكي في يوم من الأيام إنه ممكن الله الدنيا مكاتب، بس أنا بهذا الوقت وبظروفي وظروفه لأحمد أنا الوضع ما يسمح لي. That's it. نحترم قرارك يا عمري انتي. Thank you so much للبنات اللي يحترموا قراري، والبنات يعني اللي كانوا متابعيني هيك مشان هيدي العلاقة وبلكي زعلوا من هون، I'm so sorry guys. بس يعني في كتير على السوشيال ميديا هيك كابلز انه بيعرضوا حياتهم وهيك، يعني فيك تتابعوا هيك كابلز كمان، والبنات اللي بيدعموا احمد ادعموه لاحمد، ما في داعي تقلبوا عليه ولا تتهجموا عليه، انا بتمنى له كل الخير لاحمد. بس هاي هي، يعني الواحد يفضل انه يوضح الامور، لان اللي صار مبارح كان كتير عيب حقي وحقه لاحمد الصراحة. أنا ما بقبلها حالي إنه حدا يجي عاملني بهالطريقة، بس هذا هو الموضوع المهم اللي كان بدي أحكي فيه، وكمان عن موضوعها لنور، تمنوا لها إنه الخير وتمنوا لها تنجح بالبودكاست تبعها. أنا الصراحة حبيت البودكاست بس من البرومو، من الدعاية حبيت، يعني اشتغلت شغل بجنن، كنت أتمنى أكون معها، بس أنا اللي قررت أطلع من البودكاست لأنه صراحة عندي غير مشروع. هيدي مش أنانية مني، بالعكس أنا دعمتها لنور نفسيا وقلت لها I'm with you وإنه أي شيء تحتاجي وهيك. ف أنا من النوع تبع البنات اللي تدعم رفقاتها، يعني ما مش لأنه أنا ما رح صور معها قلها لا وما تعمليه، لا بالعكس. أوكي يلا، بس هيدا هو الموضوع. واحدة قالت لي انقهرت، والله يا حبيبتي قبل ما ترتبطي لك انتي وتلتهي بعلاقة حلوة. Thank you ام قلب ابيض، كل رزائي قلبي انا، وقبل ما انه هيك يعني شو بدك بعلاقة غيرك، وليش تنقهري على علاقة غيرك؟ انا ما فهمت ليش تنقهري، بالعكس القهر كلمة كتير كبيرة حبيبتي. والله اذا ما عندك مشاكل بحياتك ولا عندك شيء بيقهر، ما تقهري حالك على شيء بالسوشيال ميديا. اوكي قلبي، خليكي دا يا عمري انتو. ثانك يو قلب ابيض حبيبتي، وشكرا لكل البنات اللي عم بعتوا لي رسائل حلوه عم يدعموني نفسيا، وشكرا لداعماتي حبيباتي اللي عم تبعتوا لي كمان رسائل حلوة عم تنصحوني، ولكل البنات اللي دائما انه ينصحوني نصايح ان كان عن انستغرام او تيك توك. ترى انا بقرا اغلبية الرسائل. I really appreciate it guys. Thank you. الله يوفقك ويعودك في الروح، الله يوفقني ويوفقه لأحمد، يلا وكل حدا وطريقه وخلص. يعني أحسن شيء الواحد يعمله أنه it's okay، الناس اللي تطلع من حياتك تمني لهم الخير، وإن شاء الله شوفوا من نجاح لنجاح. بالعكس أنا بتمنى الخير، يعني أنه ما بالعكس أنه حدا إذا كنت معه بعلاقة أو صديقة مثلا وهيك وشفتهم أنه بحياتهم معذبين، أنا بزعل. ف it's okay، بس كمان ما بدي الناس تفهمني انه عم حرض عليه الفانز او هيك، بالعكس انا مثل ما انه ما اتقبل السب وما اتقبل الانتقاد وما اتقبل التنمر لإلي، ما بتقبله لغيري. يلا يا عمري، انا بتمنى اللايف يكون خفيف عليكم هيك، انا سرحت هلا من شوي طلعت من الشغل، بس بدي روح اعمل شوبينج، بدي اشتري كذا غرض قبل ما يسكر المول، بس ارجع على البيت او قبل ما ارجع على البيت بفتح لكم لايف. اوكي برجع افتح لكم لايف، بس ما بعرف ممكن الساعة 9 او ممكن الساعة 10، راح اكتب لكم بالقناة على انستغرام.
اوكي ثانك يو العنود، كفو يا قلبي، ثانك يو ميرا، كفو العنود منور اللايف تبعي اللي كتير مفتي عندي. احمد ارتبط ولا احمد ارتبط ما ارتبط، عنده علاقة ما عنده علاقة، I respect him decision، انه بحترم قراره كتير، وانه اذا اللايف انه تبعه اذا مبارحة وهيك يسبب له مشكلة انه I'm so sorry يعني، بس الفانز اللي كان بدهم هيك، بس هلا انا وضحت للفانز فصار عندي نقطة مهمة انه اوكي احمد ممكن تشوفوني معه من يوم ورايح كرفيق كصديق، عشان كمان الناس اللي عم ينزعجوا لما اطلع انا مع احمد يفهموا انه انا واحمد اصدقاء، تمام؟ يعني ما بدي اكون انانيه، مش اخذنا هذا القرار انا واحمد وتفاهمنا عليه وهلا انا بدي اخرب له حياته للشب او سبب له مشاكل مع ميبي الشخص اللي هو بده يكون معه لقدام، فهمتوا؟ ما بدي اكون انانيه. That's it. لا قلت لكم ما عم حرك الجمهور عليه، ما كان عم يغفل الجمهور، ترى انا واحمد هذا القرار اخذناه من شي اسبوع، تتذكروا يوم طلعت لايف انا امتى كنت طلعت من كم يوم، يا اربعة ايام يا خمسة ايام لايف وحكيت فيه شي، انا لما حكيت هذا الحكي كان قبلها بيوم احمد قال لي وتفاهمنا يعني اخذنا هذا القرار مع بعض، لانه انا ما بدي فوت بعلاقه ما رح اوصل لشي منها، واحمد يعني هيز نوت ريدي انه لا يتزوج ولا لا يخطب، وام نوت ريدي لضيع وقتي الصراحه، انا هديك الطاقه اللي بخسرها على علاقه ما رح تنتهي بالزواج بخسرها على شغلي، بخسرها على بزنس، هديك الطاقه بخسرها على شي نجاحي لقدام جيب فيه فلوس، فهمتوا علي؟ احسن يعني تمام احمد بحترمه، بس يعني الشاب قال لي 1 2 3 4 خلص، يعني الشاب قايل لي انه ما في اعمل اي شيء هلا، تمام اوكي، وانا من شروطي انه ما بقبل. السلام عليكم، السلام عليكم، بس هي يعني بالعكس لا في عداوه بيناتنا ولا في شيء، وبحترم قراره وهو احترم قراري، That's it. ما بدي الناس تروح تهجم عليه او تسبوا او تتنمروا عليه، بليز من شاني بنات اوكي، اعملوا لي هالمره خاطر، ما بدي اتعرض للهجوم لانه اخذنا هذا القرار، اتس اوكي اتس اوكي. يا ما شاء الله شو حلو هالبيبي، المربيه تبعه شيز بلاك، فكرته ابنه، هو قتلك وحدة يلعب دور، لا لا ليش ما يعلن؟ والله حبيبتي انا قلت له بدك تعلن، قال لي والله لو 100 سنة لقدام انا ما بعلن عليني انت، بس اوكي انا ما عندي شي خاف منه، بطلع واعلن شو يعني، يعني احمد لو بستنى عليه ما يتحرك، لا يعني ولا لا يعلن ولا يخطب ولا يتزوج، خلص اطلع انا بحكي معلش. هيدا هو الموضوع بنات اوكي، بس مع هيك ما بدي لا تجي وحده بعدين تقلي انقهرت ولا انكسر خاطري ولا تا 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 ولا انه اتس اوكي، يعني شيء على السوشيال ميديا وصار، فبليز ما تحملوني زنمت زعلكم، ما بدي انه ضميري يأنبني لانه انتو زعلتوا، ولا في بنات عن جد يزعلوا يعني، انا ما بدي اتحمل هذا هيك تأنيب الضمير. ثانك يو نوسا. Thank you.
القادمين مرات الإنسان يكون عنده أمل بالشيء يكون بده إياه، واحد يقول لا بلكي يصير هيك، بلكي أتوقع أنه هيك يصير، بلكي تتغير الأمور، بلكي الله ما بنعرف شو مكتب لنا. بس الصراحة يعني مرات كل شيء يكون قدام عيوننا وكل شيء مبين، بس مع هيك البني آدم يختار يضل عم يضحك على حاله، يختار يضل إنه عنده هداك الأمل المزيف. It's okay، يوصل لدرجة إنه خلص تقبلي الواقع وgo ahead، روحي اشتغلي اعملي شيء مهم حبيبتي، واليوم تلاقي الشخص المناسب والعلاقة الصحية والعلاقة اللي عرفانا إنه رح تطلعي منها زواج او بشي جدي او هيك، وقتها يعني وقتها انه خسري طاقة، وقتها make it for no for that relation. مش تخسري طاقة ولا شي، بالاخير شو بالاخير شو غير انه البنت تنحط بموقف بشع. طيب خصوص فرحتي شو مو؟ ما فهمت. هو قابل الانفصال؟ ايه عادي. حكيت معه قلت له انت تصرح، قال لي لا انت صرح انا ما بصرح. قال لي لو تستني 100 سنة ما بعرف يعني شي جديد. ما دخل ولا حدا. هلا اذا هو عنده علاقه ما عنده هذا الشيء بيخصه، بس ما دخل ولا حدا. ترى القرار كان مننا اثنيناتنا، مثلا مش انا اخذت القرار هو ما بده، أن او هو اخذ القرار انا وانا ما بدي، لا القرار كان مننا اثنيناتنا والله عن جد. قال لي وحكينا 1 2 3 يعني فرشنا كل شيء لبعض هيك وهيك وهيك. قال تمام انا هيدا الشيء اللي فيه اقدر اعمله. قلت لا انا هالشروط ما بتناسبني. قال لي اوكي خلص. قلت له مين بيصرح؟ قال لي لا انت، انا ما بصرح. يعني هي مش ظابطه مش ظابطه، حتى التصريح انا بصرح. حتى لو كملت وات نيكست. بدي سند بنات، بدي سند. انا اصلا لحالي وبالغربه وعم بشتغل عم اسس حالي، انا بدي سند، ما بدي حدا يتكل علي بزياده، فهمتوا؟ انا بدي اتكل على حدا. الله يعودك حبيبتي، امين. والله يعوده، الله يقدم له اللي فيها الخير وخلص. بتمنى له كل الخير من قلبي. هاي هي حقك والله. والله حبيبتي بنات بتلاقيها ببيت ابوها ومعززه ومكرمه وببلدها وعندها 100,000 مشكله ومشكله. قالوا غلا نحن اللي بالغربه وقاعدين وعم نشتغل وعم ندرس بنفس الوقت. مش شوي زيادة، عندي استحقاق. هو قال لي احمد انه طلباتك يعني وشروطك ما في اتحملها. خلص اتس اوكي، طالما ما فيك تتحملها نضل رفقات وخلص. قال تمام ما في مشكله. قالت لي شوفي فارس، والله هذاك احلى شخصيه حسيته بالجزء الثاني لهلا لحسب الحلقات. لا لا حبيبتي لما تقولي لا تقطعي العلاقة
مش انا قطعتها، كان قرار مننا اثنيناتنا. بلكي لو سمعتوا المحادثه انه رح تنصدموا انه اول اثنين ينفصلوا هنا متفاهمين. بس شوفي قلبي، لما تضلي بعلاقه انت منك عارفه اخرتها ولا الطاقه تبع هاي العلاقه مساعدتك، ويعني علاقه انه اخرتها مجهول اكس، انت منك عارفانه لوين رايحه بهالعلاقه، وقتها والله ما بتكوني غير عم بتضيعي طاقه على شيء مجهول، يعني مثل كانه عم تقمري بوقتك وبطاقتك وبمشاعرك. فهمتي؟ وانا ما عندي، والله ما عندي هالشجاعه لقمر بمشاعري وطاقتي واعطي وقتي بعدين ما بعرف شو راح يصير. لا اتليست اذا خسرت كل هدول الشغلات بخسرها وانا حدا حط لي خاتم بايدي. ثانك يو ام قلب ابيض يا عموري انت. احلى تصفيقه. والله زعلنا. لا يا حبي ما عاش لي زعلكم. تزعلوا على شيء بالسوشيال ميديا؟ لا منه سبب ابدا للزعل. يعني قالتها فلانة وقالتها فلانة، هذيك فلانة اللي عم تحكي عليها وهي اصلا جريكسيز بانسان حبيبتي، هذيك فلانة اللي عم تقول وتقول تروح تشوف حياتها بالأول بعدين تحكي عن الناس. أنا جاي أحكي عن حالي هون، وبعدين اللي بتروح إنه خاصة إنه اللي بتروح تعمل علاقة على السوشيال ميديا مشان الفانز، هاي هون أنا بشوفها بلا شخصية. أنا حتى لو مرتبطة بأحمد ولو ضليت معه لأحمد هلأ ما بفرجيها السوشيال ميديا. ليه بتضل علاقة على السوشيال ميديا؟ خلص قسمة ونصيب وخلصت، تعرفنا بقسمة ونصيب. بس إنه ليش تضل العلاقة إنه على السوشيال ميديا إن كان أحمد أو غيره؟ أنا بس فوت بعلاقة والله.